الجزائر مباشر، وقفة عند الخبر وتحليل لأهم الأحداث الوطنية والدولية في الحدث. نتابع سهرة اليوم. حجز 23 ألف طن من القهوة الخضراء المستوردة على مستوى الوطني، منها أكثر من 6000 طن مخزنة بميناء الجزائر بهدف خلق الندرة وضرب الاستقرار السوق. ونتابع في الملف. تأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي والإنهاء السريع وغير المشروط للاستعمار في الصحراء الغربية بمؤتمر دولي بجنيف. وفي الملف الدولي نناقش استشهاد أكثر من 33 فلسطينيا في قصف صهيوني بغزة، والجزائر تدين انتهاك جيش الكيان الصهيوني سيادة سوريا. مشاهدينا الكرام وفي كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الجزائر مباشر. إذن وتبعا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تكثيف جهود محاربة المضاربة وضبط السوق، وفي عملية نوعية تهدف إلى وضع حد للعصابات التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار السوق الوطنية، تم اليوم ضبط 23 ألف طن من مادة القهوة الخضراء المستوردة كانت مخزنة على مستوى الموانئ الوطنية، منها 6000 طن على مستوى ميناء الجزائر. كمية القهوة المحجوزة لم يقم أصحابها بإجراءات الجمركة بنية مبيتة تهدف إلى إحداث الندرة في السوق الوطنية وإضعاف الاقتصاد الوطني. عملية نوعية وقف عليها اليوم وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية سيد طيب زيتوني رفقة المدير العام للجمركة عبد الحفيظ بخوش، ولوضع حد للعصابات التي تنشط بهدف ضرب استقرار السوق الوطنية. تم حجز هذه الكميات المعتبرة. الدولة أعطت كل الرخص اللي ممكن أن المستهلك يعني يكون في سعة من أمره، والمستورد يجيب هذه المواد في أقصى يعني في أسرع أسرع الظروف. للأسف اليوم عندنا على المستوى الوطني 23 ألف طن يعني تم استيرادها بأموال يعني وبترانسفير دوفيز تاع الجزائر. 23 ألف طن تتمثل في تقريبا 100 ولا 1200 حاوية على المستوى الوطني، جابوها خلاوها كدسوها قاعدة في الموانئ الجزائرية. في ميناء الجزائر وحده اليوم كاين ما يفوق 6000 طن من هذه المادة الضرورية، واللي اليوم راهي تعرف تذبذب في الكثير من الأسواق الجزائرية. جابوها ما حبوش يخرجوها، لماذا؟ لعدة أسباب للأسف. السبب الأول هو أنه مضاربة، وهذا الناس حابين يضربوا الاقتصاد الوطني، حابين يفشلوا الاقتصاد الوطني. ثانيا هي قرارات سياسية من طرف هؤلاء الشبكات الإجرامية اليوم اللي راهي تمتهن الإجرام والمضاربة في السوق الوطنية. منظومة اللي درناها منظومة الأرساس تمكن أي متعامل اقتصادي انه قبل وصول السلع يقدر يدير التصريحات نتاعو. ولكن اللي شفناه حنايا اللي رانا نشوفوه كما تفضل وتكلم السيد معالي الوزير، الناس عندها نيه مبيته ما حبتش تدير التصاريح نتاعها. يعني واحد يبقى من شهر سبتمبر حتى الوقت الحالي، واش هو المقصود؟ إذا كان الآن المنظومة بالهاتف النقال نتاعك من بيتك تقدر تدير التصريح، علاش ما نداروش التصاريح في وقتهم؟ إذا مشاهدينا الكرام نقف عند هذا الحدث ونسعد باستضافتي الأستاذ الدكتور العربي غويني محلل اقتصادي. مرحبا بك أستاذ العربي. أهلا وشكرا على الدعوة أختي الفاضلة.
مرحبا. كما يلتحق بنا مباشرة من محطة وهران الجهوية البروفيسور شوام بوشامة محلل اقتصادي. مرحبا بك بروفيسور شوام. شكرا سيدتي على هذه الاستضافة. مرحبا أستاذ العربي، أستهل النقاش بك للوقوف عند هذه العملية التي تعد هي نوعية من حيث هذه الكمية المحجوزة اليوم، والتي تعكس بصفة مباشرة اليقظة، يقظة المنظومة الجمركية في الجزائر من جهة، وأيضا إجراءات ضبط السوق الجزائرية. نتوقف عند هذين البعدين المتعلقين بحدث اليوم بهذا الضبط، خاصة وأنه الآن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق يؤكد على أن هذه العملية قد سمحت بكشف مؤامرة قامت بها شبكات إجرامية مغرضة. نعم، هي دعني أقول لك أنها جريمة في حق الاقتصاد الوطني. ثانيا، نتعرف على مدى أهمية خلق وزارة للتجارة الداخلية وضبط السوق. صحيح. اليوم هذه الحادثة إنما لها دلالة على أن السيد رئيس الجمهورية قد أولى أولوية خاصة للتجارة الداخلية ولضبط السوق، لأنها ببساطة تعني مباشرة قوة المواطن. صحيح. قدرة الشرائية للمواطن. ونحن دائما نقول في البلاطوهات أن من بين اهتمامات الدولة أنها تحافظ على القدرة الشرائية. انعكاسات مثل هذه الجريمة الاقتصادية تسمى جريمة اقتصادية. نعم. لا غبار عليها. سوف تؤدي حتما إلى التهاب الأسعار. الالتهاب الأسعار سوف يؤدي إلى التضخم، وسوف يمس مباشرة جيب المواطن. نعم. لأن الجزائر تعتبر من أكبر الدول المستهلكة للبن، هذا عبر التاريخ. أن الدولة الجزائرية أو الشعب الجزائري أكبر مستهلك للقمح. هذه نقطة. النقطة الثانية، ذكرت كلمة مهمة جدا، أنها نوعية، عملية نوعية من شأنها لها أو لها دلالة أن الدولة واقفة بحزم لضبط آلية السوق. محاربة الجريمة الاقتصادية هي تعتبر من بين آليات ضبط آلية السوق. صحيح. نحن الآن في الجزائر نريد أن ننظم السوق، نريد أن نطور الاقتصاد الجزائري. تطوير الاقتصاد الجزائري والتنويع ومؤشرات اقتصادية إيجابية لا يمكن أن تتحقق في ظل هذه البيئة التي تؤدي إلى ما يسمى بالجريمة الاقتصادية. نعم. إذن في اعتقادي وتقديري أن الآن أصبحت الدولة قادرة على إدارة السوق. صحيح. قادرات على ضبط السوق. هذه السلعة من بين السلع. صحيح. وهذه رسالة لأن علاه كاين في الفقه الاقتصادي، عندما تكون هناك إصلاحات اقتصادية تظهر فئة تعارض هذه الإصلاحات. حول العرقلة. بارك الله فيك. وعرقلتها لأن هذه الفئة تريد ضرب استقرار الاقتصادي للجزائر. معناها لما يكون هناك قانون المضاربة الذي سناه السيد رئيس الجمهورية، ونرى مثل هذه الأفعال الشنيعة المضرة للاقتصاد الوطني، هذه إنما تحسب بأن هذه الفئة أرادت تعطيل مسار الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر. الحديث على هذه الجريمة الاقتصادية، حتى يعني القرائن هي واضحة، النية مبيتة من خلال توزيع هذه الكميات على عديد الموانئ، وأيضا بالنسبة لميناء الجزائر مخطط. جريمة، شوفي، جريمة منظمة مخططة. والذي أعجبني في كلام السيد مدير العام الجمارك، لا المدير العام الجمارك، قال لك أنه من بيته بوجود الرقمنة. نعم. يستطيع أن ينفذ جميع الإجراءات المتعلقة بالجمركة. صحيح. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن لهؤلاء لا عذر لهم فيما فعلوه، فيما وزعوه عبر الموانئ العاصمة. إذن الشيء المفيد والدرس الذي نأخذه من هذه العملية النوعية. نعم. من هذه العملية أن الدولة أصبحت واقفة حاضرة تراقب وتضبط
السوق، لأن سنوات سبقت لم نكن نتحكم في إدارة السوق، والذي يتحكم في إدارة السوق معناه أنه يتحكم في الأسعار، يتحكم في التضخم، ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطن. الحفاظ على القدرة الشرائية أستاذ هو أيضا الفيصل في من خلال كل هذا نقاشنا وجهود الدولة الجزائرية، سواء كان ذلك من تطوير المنظومة الجمركية، وتوقفت عند نقطة الرقمنة التي اليوم تسهل لكل المتعاملين الاقتصاديين هذا النوع من الإجراءات، وأيضا آليات ضبط السوق. أتحول إليك بروفيسور شوان بوشامة أيضا للوقوف عند هذه الجريمة التي تعتبر اقتصادية. الجزائر قد وضعت هذه الترسانة القانونية من أجل مكافحة ومواجهة المضاربة غير الشرعية من خلال قانون يفصل فيها ويعاقب عقوبات شديدة، وأيضا للحفاظ بالدرجة الأولى على القدرة الشرائية والحفاظ على صحة السوق الجزائرية إلى جانب كل هذه الإصلاحات. لن توقف أستاذ عند هذه الآليات، عند هذه المقاربة التي تضحى الجزائر، والتي اليوم لولاها ما كنا نستطيع أو تستطيع السلطات والجزائر أن تقوم بحجز بهذا النوع، بهذه العملية النوعية. أستاذ شوان، صحيح، سؤال جد مهم سيدتي. أولا حتى نرفع الالتباس، لأن جمهور عريض يتابع فينا من كل المستويات وجامعيين، المضاربة ندرسها في الجامعة في تخصص المالية، ولكن المضاربة المالية اللي هي تدرس للتحكم في البورصة، معناتها أنك تشري أوراق مالية وتبقين على هذه الأوراق المالية لمستقبل متوسط أو بعيد ونعيد بيع هذه الأوراق، هذه مضاربة، ولكن مضاربة محكمة مالية وهي نشاط اقتصادي. احنا نحكيو على المضاربة المضرة المبيتة، هذا هو المشكل نتاعنا في الجزائر. صحيح. عندما نقول المبادرة المضاربة معناتها لخلق الندرة، وخلق الندرة يخلق عدم رضا المستهلكين أي المواطنين الجزائريين، وهذه الندرة ستدفع بارتفاع في الأسعار، وعندما ترتفع الأسعار يولي أن عدم استقرار اجتماعي، وإن طال هذا عدم الاستقرار الاجتماعي يولي عدم استقرار سياسي، وهذا خطير وخطير جدا. نعم. إذن هؤلاء المضاربين هي مضاربة لماذا؟ لأنهم يريدون أن يتحكموا في المستقبل. المستقبل معناته أن هذه المادة تكون نادرة، وهم يتحكمون في عرض هذه المادة. لماذا سيدتي فاطمة؟ لأن السوق هو المكان الذي يلتقي فيه العرض والطلب. العرض يصبح بين أيدي هؤلاء المضاربين، نعم، والطلب هم المستهلكين، هم المواطنين الجزائريين. وعندما يكون عرض المادة أقل من طلبها، معناتها أصغر من الطلب أو الطلب أكبر من العرض، فالأسعار ترتفع، وهذا هو الهدف نتاعهم. هذا هو الهدف نتاعهم. أستاذ بوشامة، أنت تتحدث الآن على هذا الضبط، ضبط السوق، لكن لا بأس عندما نتمكن من ضبط السوق المحلية، كيف سوف ينعكس هذا على الاقتصاد الجزائري؟ أولا ينعكس عليه إيجابيا. نعم. الدولة قتلهم. كيفاش الدولة؟ للمستهلك القهوة 1000 دينار للكيلوغرام الواحد، عندها شهرين لحقوا 6000 دينار للكيلوغرام الواحد، ومع ذلك الأسعار نتاعها ما ارتفعتش كثيرا في الأسواق الدولية، لأنني نتابع البورصة تاع المواد هذه. إذن الدولة واش قالت؟ قالت أنا نستورد القهوة ونبيعها لكم حوالي ب 800 ولا 900 دينار، هذيك ال 10 100 دينار اللي تبقى هي تكون لا مارج بينيفيسير تاعكم، ولكن هذه الاف الاطنان، معناتها رايحين يربحوا من جراء ذلك الملايير من الدينارات. إذن اقول هذه الماده هما، شوفي سيدتي فضل، هما باش بداوا في البدايه، بداوا بالسكر، راحوا للزيت، من بعد راحوا للدقيق، ومن بعد وصلوا للقهوة إلى آخره. هذه المضاربات مبيتة ومخطط لها. لا
لا بأس بروفيسور بوشامة وأنت تتحدث، عفوا بروفيسور بوشامة، وأنت تتحدث على هذه النقطة المهمة المتعلقة بالمواد الأساسية والتي شهدت أيضا هي نوع من المضاربة. الجزائر كانت حازمة، السلطات العمومية كانت حازمة من أجل وضع حد لهذه المضاربة المتعلقة بالمواد الأساسية التي تدعمها الدولة الجزائرية. البن هو ليس من بين هذه المواد الأساسية، لكن شهدنا أولا سرعة في التحرك بالنسبة عندما ارتفعت أسعار البن في البورصة العالمية، وأيضا تحمل الخزينة العمومية لهذا الفارق. كيف ترى هذه السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الجزائر وذلك دائما لصالح المواطن الجزائري بعدم المساس بهذا الأمر؟ النقطة المقدسة هي القدرة الشرائية للمواطن الجزائري بروفيسور بوشامة. صحيح. لماذا؟ لأن il faut des mécanismes de régulation خاص آليات ضبط السوق. نعم. الدولة ما تقدرش تتحكم في كل السلع الموجودة في السوق، معناتها تضبطهم عن طريق سياساتها الجبائية، تخفف الجباية من هذه وتزيد في هذه إلى آخر الحاجات الثانوية. القهوة قالوا لهم نقصوا لهم منها الضرائب، نقصوا لهم وقالوا لهم خلوها في المستوى، لأن العادات تاع الجزائريين فهمتني كي تدخلها ويحط لك البريق تاع القهوة إلى آخره. إذن هنا ميكانيزمات، ولكن سيداتي ما نكذبوش على روح، لازم نفهموا أن الجزائر معناتها الدولة لا يمكنها أن تتحكم في كل السلع الموجودة في السوق، هي تتحكم فيها عن طريق السياسات الجبائية، الرسومات والضرائب. إن أرادت أن يكون السعر منخفض فتنقص من الجباية تاعو. حتى والقهوة ما كانت جزائرتها في المواد الأساسية الاستهلاكية الأساسية، خلتها وعطات لهم مزايا مالية كبيرة على هذا. نعم. قلت لك الهدف نتاعهم كان هدف آخر. إذن أنا أقول أن هذا رايح كان كون دام هكذا طول، كان لربما في جانفي فيفري كانوا رايحين لربما يخلقوا ندرة ويخلقوا عدم استقرار في المجتمع، وعندما يكون عدم الاستقرار في المجتمع إلا ربي سبحانه وتعالى يعرف العواقب تاعو الوخيمة من بعد. إذن الجزائر هي البلد الوحيد. نعم. الذي يدير هذه السلع ويتحكم في أسعارها. لماذا؟ لأننا احنا زيادة على ذلك سيداتي، هذه القهوة وهذا السميد وهذا الدقيق وهذا السكر كان يهرب من الجانب الغربي للجزائر والشرقي والجنوب، راكي شتي واش راهم يحكموا. إذن الجزائر كانت تستورد القهوة ليها وللدول المجاورة وللدول تاع الساحل إلى آخره، ومع ذلك كانوا يلحقوا أموال طائلة وزادوا يحبوا زعزعة السوق الجزائري. نعم بروفيسور بوشامة، وصلت الفكرة فيما يخص هذه النقطة. التوقعات نعم وصلت فكرتك بالنسبة لهذه النقطة. أستاذ العربي غويني، من خلال قانون مكافحة المضاربة نتحدث على هذه التبعات الإيجابية، النتائج الإيجابية التي أتى بها والذي حقق أيضا من خلال استقرار الأسعار أيضا في السوق الجزائرية رغم ارتفاع بعض الأسعار في الأسواق العالمية. كيف ترى هذا الأثر الاقتصادي لهذا القانون؟ شوف، كان شيئا منتظرا بعد بداية الإصلاحات الاقتصادية التي بشرها السيد رئيس الجمهورية. كانت النتائج منطقية أن تكون هناك معارضة وأن تكون هناك قوى تعمل على دحض كل الإصلاحات الاقتصادية لتبقى هي المسيطرة على السوق الجزائري. ولما نقول لك أنا مسيطرة على السوق الجزائري، خاصة في عملية استيراد وتوريد السوق الجزائري بهذه المواد الأكثر استهلاكا. عندما نتحدث عن القهوة إننا نتحدث عن مادة أكثر استهلاكا، حتى وإن كانت غير مدعمة ولكنها أكثر استهلاكا بالنسبة للمواطن الجزائري. صحيح. إذن جاء اللجوء أو اللجوء إلى القانون المضاربة لضبط عملية السوق، لضبط عملية السوق والمحافظة، وهذا هو ديدان قانون المضاربة، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. لأن لما نتحدث نحن عن المضاربة نحن نتحدث بالمصطلح المضاربة الغير مشروعة. هذا ما جرى اليوم هو مضاربة غير مشروعة ترفضها القوانين الوضعية والقوانين السماوية. وزيد ما عاشته السوق الجزائرية في سنوات كان يؤدي كذلك الاحتكار. هذه العملية. صحيح. إن لم تتفطن
إذ لم تتفطن لها مصالح الجمارك ومع وزارة التجارة الداخلية كانت تؤدي حتما إلى عملية الاحتكار. إذا لا يمكن أختي الفاضلة أن نتحدث عن جزائر منتصرة اقتصاديا بوجود الاحتكار، ولا يمكن كذلك أن نتحدث عن جزائر منتصرة اقتصاديا بوجود مضاربة. إذا قانون المضاربة قدم خدمات جليلة للحفاظ على توازن السوق وإدارة السوق في الجزائر، خاصة اللي قلت لك للسلع الأكثر استهلاكا. بنفس الكيفية هناك قوانين تم كذلك وتعليمات تم تقديمها من طرف السيد رئيس الجمهورية، أن المواد الأكثر استهلاكا يتم استيرادها من القطاع العام. كان أحد القوانين صدرت كان مواد أكثر استهلاكا والمواد المدعمة تكون الأولوية لعملية الاستيراد إلى القطاع العام. ريثما نستطيع أن نتحكم في إدارة السوق. إذن الهدف من هذه القرارات أولا المحافظة كما قلت لك على القدرة الشرائية للمواطن. اثنين أن أموال كبيرة تخرج عندما مثلا عملية التصدير هذه 23 ألف طن من القهوة، لما نشوف قيمتها وقيمة العملة الأجنبية التي خرجت من خزينة من البنوك إلى 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 إلى, إلى الموردون في الخارج كميات كبيرة، معناها قيمة كبيرة. وبالتالي هذا الانسياب سوف يؤدي حتما الواش سوف يؤدي إلى إحداث عجز في الميزان التجاري. نحن الحمد لله وصلنا إلى فوائد في الميزان التجاري. بهذه الأفعال المشينة المضرة للاقتصاد الوطني سوف نعمل على أن المؤشرات الاقتصادية من بينها مؤشر التجارة الخارجية يكون سالبا، وهذا في حقيقة الأمر في غير صالح الاقتصاد، يحسب في غير صالح الاقتصاد الجزائري. إذن الآن أصبحنا أختي الفاضلة نمتلك استراتيجية واضحة. اليوم تشوفين أنت وزير لأول مرة أنا في اعتقادي وتقديري وزير التجارة الداخلية ومراقبة السوق أو ضبط السوق مع المدير العام للجمارك في ميناء الجزائر الذي في وحده 6000 طن من القهوة التي لم يتم جمركتها. كي نقول لك أنا لم يتم جمركتها واش معنى؟ معناها أن الحقوق الجمركية ما دخلتش إلى خزينة الدولة. واحدة. اثنين العملة اللي تحولت هذه العملة بسعر رسمي تاع البنك، وبالتالي ما معناها الضرر هنا هو للاقتصاد الوطني، والضرر كذلك لخزينة الدولة، والضرر لقدرة الشرائية للمواطن. و مسألة أخرى مهمة كذلك جدا أن بهذه الأفعال وش نديروا؟ وش راح يصرى من إنعكاساتها؟ ارتفاع معدل التضخم. وارتفاع معدل التضخم وش راح يؤدي؟ يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية وإلى تدهور قيمة الدينار. هذا وش معنى؟ كيف هل يعقل أن المجهودات التي بذلت خلال 4 سنوات الأخيرة والبرنامج الذي سوف يطبقه السيد رئيس الجمهورية إلى سنة 2029 الذي نعيش في مؤشرات اقتصادية إيجابية، مثل هذه الأفعال وش معناه؟ تعرقل هذا التقدم الذي تحققه الجزائر. احنا الاسبوع الفارط تقرير البنك الدولي على الاقتصاد الجزائري يشيد بالمؤشرات الايجابيه التي بلغها. اذا لا يعقل في ظل التطور الحاصل في الاقتصاد الجزائري الذي نعيشه ان تكون مثل هذه الافعال وان تكون من هذه جريمه. هذه جريمه جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون الجزائري. والحمد لله اليوم تخيلي لو كان هذا الأمر ما انكشفش، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك سوف وعشنا في أيامات قلائل عشنا هناك تذبذب في مسألة تزويد السوق الجزائرية بالقهوة. ما معنى ذلك؟ معناها أنا أعتبرها في اعتقادي أنها ارتدادات لما تطبقه الجزائر من إصلاحات ومن توجهات نحو التحكم في اقتصاد. زيد كاين مسألة مهمة جدا. المجلس الوزراء الأخير الذي تحدث فيه السيد قال لهم مات المواد لا يمكن، شوف التفكير السليم
التفكير السليم المنطقي في والرشادة في إدارة الاقتصاد. نعم. قالهم أن المنتوجات الفوائد من المنتوجات لا يمكن أن تصدر إلا استثناء إلا إذا تم تلبية الطلب المحلي وتلبية السوق. ما معنى ذلك؟ معناها الهدف الأسمى أن نحافظ على استقرار السوق. صحيح. والحفاظ على استقرار السوق معناها أن لابد أن نحارب المضاربة، لابد أن نحارب الاحتكار، لابد أن نحارب الجرائم الاقتصادية، ونتحكم في الأسعار حتى نتقدم إلى واش؟ إلى التطور الاقتصادي المنشود. نعم. وأيضا تشجيع الإنتاج المحلي أستاذ غويني هو أيضا من بين النقاط المهمة المتعلقة بهذه المقاربة الاقتصادية التي تعمل عليها الجزائر. لا بأس أن نتحول الآن إلى البروفيسور شوان بوشامل ونحن نتحدث على أهم الإجراءات والآليات التي تعتمدها الدولة الجزائرية من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطن. قانون المالية لسنة 2025 أتى بعديد التدابير والآليات والإجراءات لدعم هذه القدرة الشرائية. أستاذ غويني كان يتحدث الآن قبل قليل على أهم قرارات السيد الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء الذي لا يخلو على ضرورة التأكيد والتشديد على المحافظة على القدرة الشرائية في كل البرامج الاقتصادية. أستاذ أبو شامة، مقاربة في هذا المجال؟ مقاربة فقط إذا سمحتي، نقطة واحدة. نعم. هذه 23 ألف طن. نعم. هي الاستهلاك تاع 3 سنوات و6 أشهر. مهم. يعني كان هذه خطة كبيرة باش فقط في ميناء الجزائر العاصمة 6000 طن، هذا شيء عجيب. فهمني، لهذا تفطنت له. نمر على هذا الشيء. هذا الزميل نتاعي في العاصمة راه تكلم لك على الارتفاع في الأسعار والتضخم. لازم نفهم أن الأسعار مرتبطة ببعضها البعض. معناتها إذا ارتفعت السعر تاع القهوة فانتظري الارتفاع السعر تاع السكر وهلم جر الأسعار الأخرى. الأسعار. نعم. هي مرتبطة ببعضها البعض. لهذا التضخم، على هذاك التضخم هو الارتفاع العام لكل الأسعار. ما انت كي نتكلموا كما طرحتي هذا السؤال الوجيه حول انت وبرمجتوا هذه الحصة حول المشكل تاع القهوة، هو أنه هذه مادة، ولكن هذه المادة مرتبطة بالمواد الأخرى الاستهلاكية. والتضخم عندما يصبح، فهمني، هذه ما أكثر من جريمة. معناتها القانون، فهمني، لربما يزيدوا يعدلوه باش يزيدوا في الوزن نتاع المعاقبة نتاعو. لماذا؟ لأنه غادي ياخذ كراهينة شعب كامل 46 مليون جزائري اللي راح يفرض عليها. إذن المجهود نتاع البرنامج نتاع رئيس الجمهورية عندما حسن من المداخيل، زاد في المداخيل وزاد في الرواتب في المنح تاع التقاعد إلى آخره. معناتها اللي أعطاها لك الدولة باليد اليمنى ياخذها لك المضارب باليد اليسرى. علاش؟ لخاطرش غادي يزيد لك في الأسعار. إذن على هذا التفطن والرقمنة، وقلناها في الحصة حساب معك أنت يا حاضرين إلى آخره. الرقمنة هي الشفافية والمتابعة. صحيح. وراه قالها المدير العام للجمارك. نعم. قال خلاص ما بقاوش، قال عمرنا الكواعات إلى آخره وكتب يا أخي. قال راه قال لهم حتى بالهاتف تاعك النقال تقد الدير. ولكن هما الهدف نتاعهم كان هدف ثاني، هو ضرب استقرار السوق. وفهمني، لهذا انا اخاف من حاجه واحده. هادو 3 سنين معناتها كانوا مبرمجين باش يخلقوا 3 سنين ونص باش يخلقوا اهتزاز، فهمني، وعدم الاختلاف. باسكو المضاربه واش هي المضاربه؟ اللي شي فيها صعيب هو انها تمس التوازنات السابقه. معناتها الشيء اللي تربحيه بالمضاربه اذا اصبحت صعبه تولي تخسريه. احنا عملنا في البرنامج تاع رئيس الجمهوريه انه خلق استقرار في عده مجالات. ماهوش من السهل اننا نهضروا على الاكتفاء الذاتي تاع السكر وتاع الزيت وتاع السميد الى اخره. دول كثيره راهي حاصله في هذه التوازنات، منها الدول الكبرى. اذا يشوفوا انه هذا معناتها هذه التوازنات اللي وصلنا لها
كون نجحوا في المضاربة تاع القهوة كانوا رايحوا يضربوا هذه التوازنات اللي كنا وصلين لها. نعم. معناتها كانوا لربما ينتقلوا عاود من الروخ أخرى للزيت، عاود للسكر، عاود للزبدة، عاود إلى آخره إلى آخره إلى آخره. هذا هو الشيء الخطير الناس لربما ما مش فاهمينه، هو نعم. أن المضاربة تضرب التوازنات اللي تحصلنا عليها والتوقعات المستقبلية يحبوا يتحكموا في السوق ككل. لماذا؟ لخاطرش غادي يتحكموا في العرض ويبدأوا ينقصوا منه ويتلاعبوا بالأسعار ويتهربون من الضريبة ودفع الضريبة، معناتها يفقروا الوعاء الضريبي تاع الجزائر. لاسيات دو ايسون طونطرا دابوفرير لاسيات دو لامبو اون الجيري فهمني بار سي كومبورتمون دو سبيكولاتور نيجاتيف ماشي سبيكولاتور بوزيتيف. ما حنايا كنا نروحوا ندخلوا البورصه ونديروا مليح يا وكان بروبليم، ندخلوا البورصه وبيعوا وشريوا الاسهم يا وكان بروبليم، هذه ثاني مضاربه، ولكن مضاربه ماليه موجبه نفع الاقتصاد. هذا لا، هذا يمس بالاقتصاد. وقلت لك انا ناكد على انه استقرار يضرب الاستقرار الاجتماعي، واذا ضرب الاستقرار الاجتماعي معناتها حتى يضرب لربما بار لا سويت الامن القومي نتاع نعم. الجزائر اللي درنا مجهود نعم كبير باش وصلنا له لهذا المستوى. نعم أستاذ بشامة، والأكيد بأن السلطات الجزائرية هي بالمرصاد لكل هؤلاء أستاذ غويني. ونحن نتحدث في سؤال أخير على كل هذه الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية التي جاءت في قانون المالية، وأيضا من بينها أيضا اعتماد نظام تسقيف الأسعار والذي أيضا يحافظ على القدرة الشرائية من جهة ويخلق تلك الحركية التجارية. باختصار نتوقف عند هذه النقاط، عند هذه الآليات التي تهدف دائما اولا واخيرا للحفاظ على القدره الشرائيه للمواطن. نعم، شوف ذكرتي معلومه مهمه جدا في تسقيف الاسعار. كثر الحديث في الاونه في الوقت الماضي ان السوق حر وبالتالي الاسعار حره يعدلها قانون العرض والطلب، لكن ما ان جر عنه انها حدثت ازمات وندورات، واصبح المواطن الجزائري يدفع فاتورة ارتفاع الأسعار، أو أقول دعيني أقول لك التهاب الأسعار الغير مبررة. وبالتالي الدولة وش دارت؟ الدولة عمدت إلى تسقيف الأسعار. لا يعقل أن هناك دعم، أن هناك حضور قوي للدولة، وهناك بالمقابل التهاب الأسعار، خاصة الأسعار للسلع الأكثر استهلاكا. فعمدت الجزائر إلى الدولة الجزائرية إلى تسقيف الأسعار، واحد، إلى سن قانون المضاربة. صح. إلى محاربة الجريمة الاقتصادية بكل أنواعها. من أجل واش؟ لماذا؟ لخلق الاستقرار الاقتصادي، لأنه لا يمكن أن نبني اقتصاد قوي، لا يمكن أن نبني اقتصاد متطور، لا يمكن أن نحقق معدلات نمو اقتصادية موجبة في ظل عدم استقرار السوق. نعم. وفي ظل الاحتكار وفي ظل المضاربة ما يقدروش يتعايشوا مع بعض. الحفاظ على الاقتصاد وتطويره لا يمكن أن يبنى في سوق يشوبه عملية الاحتكار وعملية المضاربة. لما نقول كان الاحتكار فما معنى ذلك؟ معناها كنا في السابق، ما كانت معروفة في السابق، سنوات سبقت، كانت مثلا قلة قليلة أو ثلة هي التي تتحكم في حتى في أقوات المواطنين. وبالتالي لما جاء السيد رئيس الجمهورية حرر الاقتصاد، حرر السوق الجزائري، ووضع ضوابط للسوق ولتطوير الاقتصاد من بينها هذه القوانين. الآن اليوم نشهد تطبيق القانون الذي تم إصداره في قانون المضاربة. سوف يحاسبون. صح. وسوف تكون هناك عقوبات مشددة. نعم. وبالتالي ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن لما يشوف المواطن الجزائري مثل هذه العمليات اللي كنت هي نوعية، بالفعل هي نوعية، يرتاح. معناها ما معنى ذلك؟ معناها أن الدولة حاضرة بقوة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. نعم، هو كذلك الأستاذ العربي غويني محلل اقتصادي. شكرا لك دكتور على الحضور معنا وعلى التفصيل في الحدث، وشكر موصول أيضا للبروفيسور شوان بوشامة محلل اقتصادي. شكرا لك بروفيسور، كنت معنا مباشرة من محطة وهران الجهوية. مشاهدينا الكرام، نتحول بعد قليل إلى الملف بعد الفاصل.
مرحبا بكم. إذن أجمع المشاركون اليوم في ندوة دولية للتضامن مع الشعب الصحراوي بجنيف على ضرورة تطبيق القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 15/14 القاضي بمنح الاستقلال للشعوب المستعمرة، مطالبين المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليته في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال. مفادة تلفزيون الجزائري إلى جنيف السويسرية خالدة حاشلالي. من منبر الأمم المتحدة بجنيف يتوحد الموقف الدولي الداعم حول آخر تطورات قضية الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا. وتوجه أيضا المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة إزاء تصفية الاستعمار بالأقاليم 17 المسجلة كأقاليم غير مستقلة ذاتيا، مسؤولية ثابتة لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها الصحراء الغربية. ناميبيا واحدة من الدول الداعمة للشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره واستقلاله. ناميبيا عاشت ما يعيش الشعب الصحراوي اليوم، لذلك تعرف الألم الذي يعاني منه هذا الشعب. تأمل ناميبيا رؤية الشعب الصحراوي يبتسم يوما ما، لذلك سنقف معهم لتحقيق مطالبهم. تقوم هذه المجموعة بحشد الدعم للقضية الصحراوية هنا في جنيف وتسليط الضوء على هذه القضية وأهمية تقرير الشعب الصحراوي لمصيره، فبدون تقرير المصير لا يمكن التمتع ببقية حقوق الإنسان لهذا الشعب. مساندة قضايا التحرر، أيضا تسليط الضوء على القانون الدولي والانتهاكات التي تتعرض لها الشعوب المستعمرة، ومن أبرزها القضية الصحراوية التي يرافع لها من أعلى المنابر الأممية اليوم. الخبراء حذروا من الانزلاقات الخطيرة التي ستنتج عن استمرار التأخر الحاصل في مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، وما سيترتب عن ذلك من تبعات على أمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا. إنه حدث مهم جدا ما قامت به محكمة العدل الأوروبية، وهو وقف استنزاف خيرات الشعب الصحراوي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، فهو انتصار للشعب الصحراوي ولحقوق الإنسان، ولا بد من الآن من تطبيقه. وما هو مفروض على الاتحاد الأوروبي مفروض أيضا على فرنسا. عندما نتحدث عن حقوق الإنسان لابد من تسليط الضوء على القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية والإبادة الجماعية التي تحدث في فلسطين، وكل ما يحدث أمام أعيننا. يجب علينا كجنس بشري النضال من أجل العدالة ومن أجل الإنسانية. إن هذه السياسة الانتهازية اليوم يجب إدانتها من قبل جميع المواطنين، لأنها خطر كبير ليس فقط على أصدقائنا الصحراويين أو الفلسطينيين، بل خطر كبير على التعاون الأممي العالمي الدولي. الخبراء أشادوا أيضا بالانتصارات المحققة لصالح قضية الشعب الصحراوي العادلة التي تضع الأمم المتحدة في وضع يبرز واقع ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين التي تنتهجها قوى من داخل مجلس الأمن تعمل على تأمين مصالحها على حساب القانون الدولي والشرعية الأممية. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش هذا الموضوع وأسعد باستضافتي الأستاذ الدكتور مهدي العيدي، باحث مختص في القانون الدولي. مرحبا بك دكتور. أهلا أستاذة، تحية لك وتحية للسادة المشاهدين. شكرا لك لتلبية الدعوة دكتور مهدي. دكتور مهدي، نتوقف عند هذا المؤتمر الدولي، والأكيد بأنه يأتي في سياق دولي هام جدا، وأيضا في وقت لا تزال تقريبا 17 منطقة تحت نير الاستعمار في العالم. بداية، أهمية هذا الحدث. تكلمت أنه يأتي في سياق مهم، وأهمية الحدث نستشفها
من أن هذه اللجنة الرابعة هي جهاز رئيسي أو لجنة رئيسية من لجان الأمم المتحدة، والتي قامت في أساسها في العام 1945، أتكلم على الأمم المتحدة، بأنها قامت على أساس حماية الشعوب وحقوق الشعوب، وإحدى هذه الحقوق الأصيلة للشعوب هو حق الشعوب في تقرير مصيرها. لذلك نجد فصل من فصول ميثاق الأمم المتحدة كاملا عن حق الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. فما هو ما تقوم به اللجنة الرابعة هو آلية لمحاولة تصفية الاستعمار والمضي قدما لوصول الشعوب في تقرير مصيرها. وكما تكلمت أن هناك 17 حالة تطلع بها اللجنة الرابعة، واحدة فقط في إفريقيا والثانية عربيا بعد فلسطين وهي الصحراء الغربية، بالإضافة إلى واحدة في أوروبا وتسعة في البحر الكاريبي وستة في المحيط الهادي. ما يقوم به الآن المناضلون الصحراويون أشقاؤنا في الصحراء الغربية من أعمال وممارسات على مستوى القانون الدولي والمحاكم الدولية هي آلية لتصفية الاستعمار شيئا فشيئا بطريقة العمل التراكمي. ما يقوم به سواء الشعب الصحراوي ومناضليه أو حتى الداعمين المؤمنون بمبادئ ومقاصد التي جاءت بها الأمم المتحدة في ميثاقها، وهي حق الشعوب في تقرير مصيرها. حق الشعوب في تقرير المصير، هذا القرار التاريخي 1514 أستاذ مهدي وفي ذكراها 64 يأتي في سياق يعني غداة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والأكيد بأن كل هذه المناطق من بينها آخر مستعمرة في إفريقيا الصحراء الغربية، وأيضا بالنسبة للوضع في فلسطين هناك انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. كيف ترى تحرك المجموعة الدولية من أجل مواجهة هذا الواقع، من أجل أيضا الدفاع على حقوق هذه الشعوب المضطهدة؟ بالفعل إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة 15-14 لعام 1960 هو يعتبر الآلية أو الركيزة الأساسية التي تعمل من خلالها اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار. الأعمال الدولية والممارسات التي يقومون بها، أكرر كما قلت، هي آليات لتصفية هذا الاستعمار. عدم احترام لكي نكيف الوضع في الصحراء الغربية أمام السلطة القائمة بالاحتلال، نجد على الصعيد الدولي هناك تماهي مع السلطة القائمة بالاحتلال في بعض الأحيان بمحاولة اعترافهم بسلطتها على أراضي الصحراء الغربية، ولكن أطمئنكم وأطمئن المشاهدون بما أننا هنا في إحدى الحالات التي تطلع بها الأمم المتحدة بأن الشعب الصحراوي هو شعب مستعمر، وتطلع بحقوقه اللجنة الرابعة وعديد القرارات في الأمم المتحدة منذ الانسحاب الإسباني وإعلان الأمم المتحدة بأن الشعب الصحراوي هو يقبع تحت الاحتلال في 26 من فبراير 63 تم الإعلان هذا. إذن نحن في مرحلة متقدمة من ناحية النقاش هل هي مستعمرة أو ليست مستعمرة. نحن نقول أنها مستعمرة وتخضع لمبادئ والقوانين الدولية الخاصة بمناطق الاحتلال وبالسلطة القائمة بالاحتلال بالاضطلاع بواجباتها اتجاه الشعب المحتل، خاصة بأننا هنا نطبق معايير القانون الدولي الإنساني والبروتوكول الإضافي الخاص بالنزاع الدولي المسلح في حال نشوب نزاعات. ولكن ما هي السلطة القائمة بالاحتلال؟ نجد أنها يجب هناك واجبات اتجاه هذه الشعوب التي تقوم باحتلالها بالحفاظ على مواردها بتطويرها، وأن المادة الأولى من الإعلان الذي تكلمنا عنه 15-14 تتكلم عن أن إخضاع الشعوب لاستعمار الأجنبي واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض بكل شكل من الأشكال ميثاق الأمم المتحدة التي هم
أعضاء فيها بشكل أساسي. هنا تتحدث على نقاط من الجانب القانوني مهمة جدا فيما يخص هذا النضال الدبلوماسي والقانوني بالنسبة لقضية الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا. بالمقابل المحتل المستعمر يضرب عرض الحائط كل هذه القوانين ولا يعترف بها، وبالعكس هناك يحاول دائما من أجل يعني تقديم مغالطات وتقديم أيضا أمور لا علاقة لها لا بالقانون وضرب ميثاق الأمم المتحدة. ما هي التبعات القانونية بالنسبة لهذا الجانب؟ بالضبط، أنت أثرت المشكلة الأكثر إثارة في الإعلام، ونقيس الأشياء بمثيلاتها. نجد كذلك السلطة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية تقوم بفعل نفس الشيء ومحاولة لي المعاني القانونية خاصة أمام الإعلام، لأنهم يبحثون عن مسألة مشروعية تصرفاتهم وممارساتها واحتلالاتهم أمام الرأي العام لإنقاص الضغط على الحكومات التي تدعم هذه السلطات القائمة بالاحتلال. أما أن هذه التصريحات تمس بالشرعية القانونية لحقوق الشعوب التي تقبع تحت الاحتلال فلا تمس ولا تغير بأي شكل من الأشكال. طيب، نذهب إلى الآثار المترتبة على هذه المخالفات. القاعدة الأساسية في قواعد المسؤولية الدولية بأنه متى ما قامت الدولة بالإخلال بالتزام دولي فهو يعتبر فعل غير مشروع. متى ما خالفت القواعد التي تنظم سلطتها كقائم باحتلال في أراضي ما على شعب ما بما يجب أن تطلع به، متى ما خالفته أو انتهكته فهي تقوم بفعل غير مشروع. ما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ الآثار المترتبة على فعل غير مشروع، فعل دولي غير مشروع، هو بكل تأكيد المساءلة. ماذا يترتب على هذه المساءلة؟ إما جبر الضرر، نعم، إذا أمكن جبر الضرر الذي قاموا بفعله، أو تعويض الشعب الذي هو يقبع تحت الاحتلال. لذلك يجب التوجه إلى الاختصاص القضائي، نعم، الدولي بالنظر في هذه الانتهاكات والجرائم إن وجدت. كان من جزء من نضال الشعب الصحراوي هو التوجه إلى محكمة العدل الأوروبية، هو تصرف ذكي جدا، ما أجبر الدول الأوروبية إلى الخضوع إلى قرارات محكمة العدل الأوروبية. نعم، الآن خضعت صحيح. إلى أنه لا يمكن الاستمرار في عقد الاتفاقيات مع السلطة القائمة بالاحتلال في الصحراء الغربية بما يخص انتهاك واستغلال موارد الصحراء الغربية. في نفس السياق ذهب المحتل إلى تبريرات ومحاولة لي عنق هذا القرار بأنه المحكمة العدل الأوروبية ليست لها الاختصاص الإقليمي على السلطة القائمة بالاحتلال. ولكن نحن كقانونيون، هذا التصريح لا يصل ولا يمس بالمعاني القانونية بأي شكل من الأشكال، لأن المحكمة العدل الأوروبية ما يهمها هو الدول الأوروبية التي تتعاقد مع السلطة القائمة بالاحتلال في استغلال موارد الشعب الصحراوي، فهي بذلك تمنعه وبهذا تضيق عليه من إمكانية تصريف هذه الموارد وعقد اتفاقات تجارية خارج أو في حدود الاتحاد الأوروبي. نعم، فيما يخص هذه النقطة هي نقطة مهمة جدا متعلقة بتفعيل هذه المادة، وتعتبر هي انتصار قانوني بالنسبة لقضية الصحراء الغربية فيما يخص محكمة العدل الدولية. لكن بالمقابل نجد المجموعة الدولية، هناك أعضاء من المجموعة الدولية التي تعتمد أيضا ازدواجية المعايير كتلك التي اعتمدتها وتعتمدها في القضية الفلسطينية، أيضا القضية الصحراوية هناك بعض الاعترافات الغير المؤسسة أو الدعوات ربما للحكم الذاتي التي لا علاقة لها بتصفية الاستعمار. حسبكم ما هو، وأيضا هي دول عضو في مجلس الأمن وعضو أيضا في الأمم المتحدة، ما رأيكم حسبكم ما هي المفارقة على المستوى القانوني، ما أثرها؟ هي ليس لها أي قيمة قانونية وسأثبت لك ذلك، وأيضا نضرب الأشياء بمثيلاتها. في الموجة التي أتت بنقل السفارات، بعض السفارات الدول الداعمة للكيان الصهيوني إلى القدس والاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الكيان الصهيوني،
خرج بعدها رأي استشاري من المحكمة العدل الدولية بأن حدود 67 بالنسبة للشعب الفلسطيني التي يفترض أن يقام عليها الدولة، وأن نقل السفارات هو فعل غير مشروع وغير جائز، ولا يغير أي شكل من الأشكال القانونية لما يجب أن يكون على أرض الواقع. هذه هي ألعاب سياسية يقوم بها المحتل لشعب ولأرض ما، مع سياسات دول أخرى يعتبرها صديقة، يعتبرها مساندة له، لربما لزيادة شعبيته الداخلية بشكل من الأشكال، وأيضا لعقد صفقات بكل تأكيد سيكون لها مقابل على المستوى الدولي مع هذه الدول. ولكن هل يمس أو يغير شيء بخصوص حقوق هذه الشعوب المستعمرة؟ لا يمس بأي شكل من الأشكال. لكن في هذه النقطة بالنسبة لهذه الدول العضوة بمجلس الأمن والأمم المتحدة التي لا تطبق هذا القانون ولا يعني وتكيل بمكيالين، ليس هناك ربما بعض الإجراءات القانونية، ربما بعض العقوبات إن صح القول فيما يخص، أو بعض الآليات من أجل على الأقل إجبار هذه الدول لاحترام هذا القانون الدولي الذي تصادق عليه؟ هو لا يخيف الدول إلا المساءلة. يعني لنضرب مثال أيضا بالنسبة للقضية الفلسطينية، ونقارن بها بأننا بكل تأكيد كشعوب عربية ما زالت لدينا شعبان يقبعان تحت الاحتلال، فلا يمكن التكلم عن فلسطين وعدم التكلم عن الصحراء الغربية، وإلا سنكون كمن يكيل بمكيالين كالذين يقابلوننا بكل تأكيد. سنذهب إلى المساءلة. الشعب الفلسطيني في كل نضاله، وبالرغم من عديد القرارات التي صدرت من المنظمات الدولية ومن الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن، إلا أنها رأينا هناك تماهي وعدم تطبيق لهذه القرارات، ومنها أيضا خرق وخروقات لالتزامات دولية من دول مساندة للكيان الصهيوني، كما يحدث أيضا اتجاه الشعب المغربي بمحاولة نقل سفارات للمحتل في وقنصليات في الصحراء الغربية. المساءلة هي الحد الفاصل لكي نمنع هذه الدول من مساندة سلطات الاحتلال. يعني عندما نذهب إلى القرار الصادر من محكمة العدل الأوروبية بحظر أي معاملة تجارية يرجع أساسها إلى موارد وثروات الشعب الصحراوي اتجاه الدول الأوروبية، فلن تجدي ولا دولة أوروبية إلا أيدت هذا القرار وصرحت بوجوب التزامها به. لماذا؟ لأنها في المقابل ستخضع إلى المساءلة وستخضع إلى التعويضات. طيب، ما الذي يجب أن نقوم به؟ إذا هذه الدول، وليست الدول القائمة بالاحتلال، وإنما الدول المساندة لها، نرجع إلى القاعدة الأساسية، متى ما خرقت التزام دولي يجب أيضا جرها إلى المساءلة. وأقرب مثال وأحدث مثال لنا هو لدينا قضية في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني، وفي إطار المساندة هناك قضية أيضا نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة المساعدة على الإبادة الجماعية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. إذن على أي دولة تخترق هذه الالتزامات يجب على الشعب الصحراوي الذي هو صاحب المصلحة التوجه إلى الإجراءات القضائية. لأن الأمم المتحدة وأجهزة الأمم المتحدة ليست هي المكان للمساءلة، هي مكان لمراقبة الاتفاقيات وإصدار الاتفاقيات ومدى تطبيق هذه الاتفاقيات. وثائق الأمم المتحدة نستخدمها أمام هذه المحاكم كوثائق إثبات، كوسائل إثبات أمام المحاكم. لذلك أنا بداية قلت لك أنه كان المناضلون الصحراويون من الذكاء بمكان أنهم توجهوا مباشرة إلى محكمة العدل الأوروبية، ومحكمة العدل الأوروبية هذا ليس نضال يوم أو يومين أو سنة أو سنتان، وإنما هو نتاج سنين من النضال أمام هذه المحكمة. نعم، هي أيضا فيما يخص هذه المساءلة، سواء كان ذلك في
محكمة العدل الدولية وأيضا الجنايات الجناية الدولية أيضا فيما يخص هذه النقاط. ونحن نتوقف أستاذ في سؤال أخير متعلق بالقانون الدولي الإنساني. نعم. هناك بالمقابل العديد من الانتهاكات أيضا بالنسبة للصحراء الغربية، اعتقالات وأيضا يعني تعديل ضد المدنيين. ضد المدنيين. نعم. كيف ترى هذه المعركة القانونية من هذا الجانب وإسقاط القانون الدولي الإنساني على هذا الوضع؟ القانون الدولي الإنساني نعرفه هو مجموعة القواعد التي تنظم وتحمي الأمور الإنسانية والإنسان في حالات النزاعات المسلحة، وهي المعروفة أو المصطلح عليها باتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولان. الاتفاقيات الأربعة هي الاتفاقية الأولى خاصة بالجرحى في الميدان أي القوات البرية، والثانية خاصة بالقوات البحرية، والثالثة خاصة بالأسرى، والرابعة خاصة بحماية المدنيين. ولدينا بروتوكولان، البروتوكول الأول خاص بالنزاعات الدولية، والبروتوكول الثاني خاص بالنزاعات الداخلية. بالنسبة للصحراء الغربية، نحن أمام بما أننا أمام اعتراف دولي وأممي بأن هذا الشعب يصبو إلى الاستقلال، فإننا هنا أمام البروتوكول الأول الخاص بالنزاع الدولي. لذلك وجب على المحتل احترام جميع القواعد المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، خاصة الاتفاقية الرابعة إذا توجهنا إلى المدنيين خاصة. بل وأكثر من ذلك، يعني نحن دائما ما نبحث متى ما تم الاختراق، هناك واجبات اتجاه المحتل، اتجاه الأراضي التي يحتلها والشعب الذي يحتله. لن نذهب إلى ما هو سيء وما هو انتهاك في حق الشعب، ولو أن الشعب الصحراوي بالفعل يرزح تحت معاملات سيئة، معاملات الأسر والحبس بما نسميه في حالات الاحتلال الإداري، دون محاكمات، دون أي شكل، واختفاء قسري دون أي شكل من أشكال الإنسانية، بل وانتهاك لموارد الشعب الصحراوي بما يهدد من إفقاره. ولكن يجب أن نذهب إلى ما يجب أن يطلع بها المحتل. المحتل يجب أن يطلع بتنمية المناطق المحتلة ومساعدة الشعب الذي يحتله مدنيين. اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وتعليميا. هم لا يقومون بأي شكل من هذه الأشكال. بل ما هو أسوأ من ذلك، وكأنهم في نزاع مسلح. نعم هناك مناوشات بموجب يحاول المحتل في الصحراء الغربية بتأجيج شكل النزاع في الصحراء الغربية والاحتلال على تصعيده على أنه نزاع مسلح، ولكن نرى أن المناضلون من الشعب الصحراوي لهم من الحكمة بما لا يجعلها تتأجج بهذا الشكل، لأن التقارير في الأمم المتحدة تتكلم عن أن هناك خروقات ومناوشات نارية تحدث، ولكن لا يتم تصعيدها، وهذا بحكمة الشعب الصحراوي بأنه لا يريد الذهاب إلى النزاع المسلح. نعم. هو كذلك دكتور مهدي العيدي، باحث مختص في القانون الدولي، شكرا لك دكتور على حضورك معنا وعلى كل هذه التفاصيل. مشاهدينا الكرام، أتحول بكم بعد قليل إلى الملف الدولي بعد الفاصل. We'll be right back.
إذا في الملف الدولي وفي فلسطين المحتلة، يواصل الاحتلال الصهيوني قصفه الهمجي على قطاع غزة مخلفا 35 شهيدا منهم 27 قضوا في شمال القطاع، في حين استشهد 22 فلسطينيا في استهداف لمنزل شمالي غزة. وفي رفح جنوب القطاع استشهد فلسطيني، فيما تواصل المدفعية الصهيونية قصفها بشكل مكثف على منطقة المواصي وشرق مخيم البريج وسط القطاع. ويواصل جيش الكيان الصهيوني انتهاكاته لسيادة سوريا. سنعود للنقاش لهذا الملف، وأسعد باستضافة الأستاذ الدكتور عبد الحكيم بوغرارة، أستاذ ومحلل سياسي. مرحبا بك أستاذ عبد الحكيم. مرحبا، شكرا على الدعوة وأهلا بالمشاهدين. أستاذ عبد الحكيم، ونحن نتوقف في ملفنا الدولي عند هذا الوضع الذي يزداد ترديا ومواصلة الاحتلال الصهيوني لكل هذه العدوان على قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء الذي تقريبا يصل إلى 45 ألف شهيد في تقريبا أكثر من سنة وشهرين من هذا العدوان. بداية نتوقف عند الوضع الأمني والإنساني في قطاع غزة. هو ما يعيشه قطاع غزة ازداد سوءا صراحة، خاصة في ظل السياقات الإقليمية التي يستغلها نتنياهو من أجل ارتكاب أكبر المجازر وعمليات الإبادة من أجل دفع الفلسطينيين إلى هجرة من أراضيهم. وبالتالي هذا المخطط الذي يعرف اتجاهات خطيرة جدا، ومع الصمت الدولي والأسرة الدولية والمنابر الدولية والإقليمية عن التصدي لهذا الكيان الصهيوني، يظهر بأن انتخاب ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية وقبل توليه مقاليد الحكم يسعى نتنياهو من أجل تصفية الحسابات مع المقاومة الفلسطينية التي أذاقته الكثير من الخسائر، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو حتى على مستوى مكانته السياسية. ولعل ارتفاع حدة الإبادة والمجازر تجاه الفلسطينيين هذا يعكس عن يأس نتنياهو من القضاء على المقاومة التي كبدته الكثير من الخسائر والتي تواصل عملياتها في مختلف أنحاء قطاع غزة، وهو ما أحرج كثيرا نتنياهو أمام الرأي العام الصهيوني. وبالتالي من خلال السياقات الإقليمية والداخلية وبروز مؤشرات قبل الدخول إلى الأستوديو، أطلعتنا العديد من وسائل الإعلام عن قرب التوصل إلى اتفاق لإطلاق النار وتبادل الأسرى. الأمور وصلت إلى مستويات نهائية، وهذه المرة يظهر بأن الأمور أخذت الكثير من الجدية، لأن نتنياهو من خلال التصعيد الخطير الذي يرتكبه يظهر بأنه يريد أن يستبق وقف إطلاق النار لارتكاب أكبر المجازر وتصفية الحسابات مع الفلسطينيين. فيه حديث عن هدنة لستين يوما وتفاهم على إطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين من السجون الصهيونية على أن يتم الانتقال إلى مرحلة ثانية. وأعتقد بأن دونالد ترامب ضغط كثيرا على الكيان الصهيوني من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار، خاصة بعد التطورات التي حدثت في لبنان وسوريا وما حدث اليوم في أوكرانيا. وبالتالي الكثير من المعطيات التي توحي بأن ربما فيه الكثير من المجهودات، بالإضافة إلى ما تبذله الجزائر على مستوى الأمم المتحدة وحديثها عن مشروع قانون لوقف هذه الإبادة وإدخال المساعدات وتمرير المشروع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد بروز مؤشر لاستعمال فيتو لوقف هذا القرار أو لتعطيل هذا القرار. عموما القضية الفلسطينية رغم المراحل الصعبة التي تمر بها، لكن هذا لن يحجب المكاسب والأوراق الرابحة التي اكتسبتها في سياق تجسيد حلم الدولة الفلسطينية. نعم أستاذ، أنت تتحدث على كل هذه النقاط والسياقات المتعلقة بتصاعد الوضع في الشرق الأوسط ومواصلة الكيان الصهيوني من أجل كل هذه الانتهاكات. نتحدث عن فلسطين، عن غزة، عن الضفة الغربية، على لبنان، على سوريا. هناك العديد من الجبهات المفتوحة اليوم من خلال هذه التطورات الغير المسبوقة والخطيرة بالنسبة لهذا الوضع. وتتحدثون الآن قبل قليل على إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. كيف ترى أستاذ هذه الاتفاقيات؟ هل يمكن لها أن تكون لديها ذلك الأمد الطويل، أن يكون فيه وقف نهائي لإطلاق النار؟ ويمكن هل يسعى الكيان الصهيوني في هذه النقطة إلى رسم إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى؟ هل يمكن لنا أن تفسر لنا وتوضح لنا هذه الصورة؟
تمام سادة، لأن ما يعيشه الشرق الأوسط اليوم وخاصة القضية الفلسطينية استمعنا له في 2002 عندما أعلنت الكثير من دوائر الاستخبارات الغربية عن ضرورة تقسيم وتشتيت وتفتيت الوطن العربي والإسلامي إلى دويلات صغيرة، وإذا لم ينجح هذا الأمر قالوا بأن جعل هذه الدول هشة اقتصاديا واجتماعيا واستغلال ورقة الإرهاب والطائفية والإثنيات من أجل إضعاف الدول العربية. وبالتالي اليوم وبعد محطة الربيع العربي اليوم نقف على صراحة نتائج هذا المخطط من أجل إفشال الدول العربية وتقسيمها وتفتيتها وجعلها هشة أمام الكيان الصهيوني. ما تعيشه عديد الأقطار العربية من فقر ومن تهميش ومن إقصاء ومن ديون ومتاعب اقتصادية، هذا من خلال مخططات صهيونية أمريكية، وهذا ما نقف عليه اليوم. لاحظي بأن تفكيك جبهات المقاومة أو تفكيك ساحات القتال بين غزة والضغط على لبنان وحزب الله من أجل أن يقف أو يوقف العمليات العسكرية ضد الكيان الصهيوني. لاحظي الحرب الإعلامية عندما كانت هناك حرب ضاروس بين حزب الله والكيان الصهيوني الذي لم يستطع اختراق جنوب لبنان، جلبوا الحديث عن ضرورة انتخاب رئيس للبنان وعن مساعدات للبنان، ولكن بعد وقف إطلاق النار اختفت كل هذه الملفات ولبنان اليوم متروك لحاله. حتى الكيان الصهيوني اخترق الهدنة عبر الكثير من الهجمات وإصابة الكثير من المواطنين. ما يحدث في سوريا كذلك يظهر بأنه كان سيناريو مدبرا بإحكام شديد جدا، فانهيار المؤسسات السورية وفرار الرئيس بشار الأسد إلى الخارج، وما يعيشه اليوم الداخل السوري ومحاولة الترويج لشخصيات تم صناعتها استخباراتيا في الخارج وتم الدفع بها إلى الداخل السوري حتى تتفرج على تدمير قدرات الجيش السوري، ولا إدانة ولا أي موقف تجاه هذا. وفي هذا السياق أستاذ بغرارة، يواصل الجيش الكيان الصهيوني انتهاكاته لسيادة سوريا والاعتداء على أراضيها بعد استيلائه على المنطقة العازلة في الجنال المحتل، وضع أدانته الجزائر رسميا مؤكدة أن هذا الكيان يستغل الظروف الحالية التي تمر بها سوريا وحالة عدم الاستقرار في المنطقة لفرض أمر واقع جديد يتماشى مع السياسة التوسعية والاستيطانية. أستاذ، نتحدث على ردود الفعل، من أهمها هو بيان الخارجية الجزائرية الذي يستنكر هذا المواصلة الاحتلال الصهيوني لاحتلاله للجولان السوري ووضع يعني ووضع يعني عدم الاستقرار فيما يخص سوريا. نتوقف عند موقف الجزائر هنا. تمام أستاذة، هو الموقف الجزائر منذ تعليق عضوية سوريا أو تجميد عضوية سوريا في 2011 في القمة الاستثنائية في نوفمبر 2011، الجزائر ولبنان والعراق وقفوا ضد هذا التجميد لعلمهم بخفايا الملف السوري وعن استهداف سوريا ومحاولة إضعافها وخلق الفتنة والبلبلة. ولكن للأسف الشديد حتى الكثير من الدول التي وافقت على تجميد عضوية سوريا اخترقت النظام الداخلي لجامعة الدول العربية الذي يتحدث عن ضرورة أن يكون الإجماع كامل من أجل اتخاذ مثل هذه القرارات الحساسة. ولكن سوريا دفع بها إلى الفوضى وإلى ما تعيشه اليوم كنتيجة لكل هذه المخططات. صمدت سوريا كثيرا بغض النظر عن التحولات الداخلية التي تبقى شأنا سوريا، ولكن الجزائر في القمة العربية في نوفمبر 2022 وضعت الملف السوري على رأس جدول الأعمال بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، وتمكنت من تحقيق اختراق عربي من ضرورة تغيير التعامل مع سوريا ومساعدتها على تجاوز المحن والعقوبات الاقتصادية ومحاولة التفكيك والفوضى. ولكن للأسف الشديد تم الاستحواذ على الملف السوري من عدة دول وتم استدراج سوريا حتى يتم الوصول إلى هذه النتيجة التي تعيشها. مواقف الجزائر دائما هي من باب المصلحة العامة ومن باب ما تمتلكه من معطيات، ولكن الجزائر لم تسيء إلى سوريا أبدا ولم تشارك في مخططات التقسيم
وسيم، وعندما تتغير الأوضاع تكون المواقف نسبية، لا يمكن أن نجعل من المواقف مطلقة. اليوم الجزائر تتحدث عن ضرورة أن يتوحد السوريين، أن يتصالحوا، والجزائر أستاذ في مواقفها السياسية والدبلوماسية دائما داعمة للشعوب، ودائما تقترح الحوار الداخلي من أجل فض هذه الأزمات والنزاعات داخليا، وتؤكد أيضا في هذه الأيام في هذه الأوضاع اليوم بأن التمسك بالوحدة الترابية وأيضا التمسك بالوحدة الوطنية لكل الأشقاء السوريين هو الديدن الوحيد الذي يكسبونه الأشقاء في سوريا. تمام، لأن موقف الجزائر صراحة من الاعتداءات الصهيونية 250 غارة على مختلف مواقع الجيش السوري التي أجهز عليها الكيان الصهيوني، حتى أطراف اليوم في داخل سوريا لم تدن هذا الهجوم واستهداف قدرات الجيش السوري. الجزائر من خلال صراحتها ومواقفها وإدانتها العلنية للكيان الصهيوني اليوم حتى هذه الجماعات التي دخلت إلى سوريا وتحاول ربما تبرير قيادتها لسوريا لم تدن هذه الاعتداءات. لكن عفوا، ما هي نوايا الكيان الصهيوني اليوم عندما يريد احتلال الجولان السوري؟ هو يعزز مواقعه الاستراتيجية، لأن هضبة الجولان عبارة عن مرتفع، وحتى المنطقة العازلة هي منطقة مهمة استراتيجية تطل على الكثير من البلدات والأراضي السورية، وبالتالي نتنياهو يهدف إلى إضعاف المقاومة في لبنان وإضعاف قدرات الجيش السوري حتى يؤمن أمن الكيان الصهيوني ويقوم بمخططاته التوسعية التي لم تعد تخفى على أحد، وبالتالي استغلاله لهذه الفوضى في سوريا وتسويق لخطاب لهذه الجماعات التي تحكم سوريا اليوم بأنه سيهاجمها إذا فكرت فقط في الهجوم على الكيان الصهيوني، وبالتالي هو يريد أن يستغل هذا الظرف للتسويق للداخل الصهيوني بأنه يفكر في الأمن القومي الصهيوني وبأنه يقضي على كل ما يهدد الكيان الصهيوني في المستقبل. ولهذا ربما ارتفاع حدة الهجمات على قطاع غزة واستهداف جنوب لبنان وحزب الله وما يحدث في سوريا اليوم وتهديدات للأردن والكثير من الدول يدخل في سياق التسويق بأن الكيان الصهيوني رد الاعتبار لنفسه ورد الاعتبار لجيشه من خلال كل هذه المكاسب الأمنية التي حققها في الميدان. نعم، دكتور عبد الحكيم بغرارة محلل سياسي، شكرا لك دكتور لحضورك معنا وعلى التفصيل في الملف الدولي. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الجزائر مباشر، شكرا لكم على كرم المتابعة والوفاء، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.